يعني نتمنوا نتعاونوا جميعا. احنا اللي كيهمنا هو المعارضه، وحنا في بلادنا كيخصنا ننظروا للتنميه ديال بلادنا بدون حساسيات، يعني بدون مسائل اخرى. ومن ناحيه التحركات الماليه واش كاين شي انخراطات؟ بالنسبه للانخراطات انا ما يمكنش يجي عندي المعاق هو خصو اللي يساعده، يمكن بعض يعني يخلص 20 درهم مثلا في يدي 20 درهم في السنه البعض ما ماشي. وممكن تهضرنا على هذه الدراسه ديال واش دراسه درتوها مجانيه دار لكم شي شخص ولا كنا باغيين نديروها حنا ولكن تكلف بها المجلس البلدي. المجلس هو اللي دار هذه الدراسه هي هنا ودراسه حنا كنا دايرين باش يكون ان شاء الله فيها نحو الاميه، فيها برايل، لغه الاشاره، صناعه تقليديه، لانفورماتيك ان شاء الله باش الشباب مثلا يكون احنا بغينا ندمجوا هذا الشخص المعاق مثلا. الا درنا شي سونتر بحال هذا خصنا الناس الاسوياء يجيو يجلسوا هذا باش هذاك الانسان يحس على انه راه كباقي. واليوم واش كانت عندكم شي زياره ديال شي جمعيه؟ هذا النهار كانت عندنا واحد الجمعيه اسمها التنميه الاجتماعيه من الجماعه ديال بني وكيل الاقليم الناظور اللي هي معروفه ما بين العروي وتيسوطين، وجاو عندنا على اساس التنسيق وفي نفس الوقت المساعده من حيث التعاون في عدة مجالات إن شاء الله إذا كانت سمحات الظروف، نستفدوا التجارب ديال بعضنا وربما إن شاء الله يكون شي رزق في المستقبل اللي غادي نعملوا. حنا كنتمناو إن شاء الله يكون زائر وراه غادي يكون هنا في زايد. ونتمناو التوفيق والنجاح إن شاء الله باش نمشيو للمدينة إن شاء الله ديالنا في مجال التنمية وفي مجالات أخرى. ونتمناو لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله خير. وحنا فرحانين بكم كاعلاميين ديال الاقليم، اعلاميين بصفه عامه ديال الاقليم. اليوم عاد ولينا القضايا ديال الاقليم ديالنا يعني كتظهر على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي، لان هذا المواقع الالكترونيه الحمد لله دابا لما كيتصل واحد مع يعني من هولندا ولا من المانيا وكيبغي. بغينا واحد المساله بغينا الجمعيه مش حدا من تاسست؟ شحال المده ديال التاسيس ديالها؟ تاسست في 98 وبغيت نشكر بالمناسبه الجمعيه المتوسطيه للتنميه المستدامه واللي كانت دارت واحد النشاط بالمناسبه تاع العيد الوليد النبوي. كنتمنى ان شاء الله الناس الاقليم الفاعلين الجمعويين ورجال الاعمال انهم ينكبوا على هذا العمل يعني الهام والجيد واللي الاقليم ديالنا محتاج للناس ديالو باش نرفعوا من مستوى العيش ديال البلاد ديالنا، ولان كاين الفقر بالاخص هاد الناس ذوي الحاجيات الخاصه في جميع المجالات. وكنطالب من هذا المنبر هذا المندوب ديال وزاره التعليم على انه يعمل باش يخصص اجورات التعليم الاشخاص ذوي الحاجيات الخاصه، لان حنا محتاجين. او خا يكون غادي يكون عندنا السلطه ما غاديش يمكن نقوموا بالمقام ديال المدارس يعني ديال الدولة أو المدارس الوطنية. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في المسيرة ديالكم.